دي الاول قوانين هامه، ده قانون الجيب، الف شرط على جاء الف، ب شرط على جاء ب، ج شرط على جاء ج. وهقول القوانين دي كلها بتتكلم عن ايه. تمام. هو طبعا خدوا بالكم، لو انا عندي مثلث مثلا اسمه الف ب ج، مثلث اسمه الف ب ج، اهو دي زاويه الف، دي زاويه ب، دي زاويه ج، الضلع الف ب بيسموه ج شرط، طب الضلع ب ج بيسموه الف شرط، يعني الحرف المخالف يعني. الف ج الضلع الف ج بدل ما نقول حرفين، يعني مثلا بدل ما نقول الف ج 15 سم نقول ب شرط يساوي 15 سم. ادي معنى ب شرط او الكلام ده. فعندنا قانون الجيب ده بيقول ايه؟ الف شرط على جا الف، ب شرط على جا ب، ج شرط على جا ج. القانون ده بيتطلب ان يكون عندي بس مديني في المساله زاويتين. يديني في المساله زاويتين، لو لقيت في المساله بتاعتي زاويتين بنطبق قانون الجيب ده. طب لقيت اي حاجه تانيه، يعني اداني زاويه واحده، ما ادانيش ولا زاويه في المساله، بنطبق قانون الجيب التاني. وهنشوف مسائل على الكلام ده. دي مساحه المثلث نص حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاويه ما بينهم. طبعا هي القوانين هتبان لما اشتغل مسائل، هتبان ايه اللي بيحصل. طيب فهنكتب هنا حل المثلث. احنا زمان واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا حل المثلث القائم، لان ما كناش نقدر نطلع الزوايا الموجوده الا في المثلث القائم بس. لا دلوقتي انا اقدر اطلع الزوايا ان شاء الله يعني في اي مثلث قائم حاد منفرج، اي حاجه نقدر نطلع الزوايا بتاعته والاضلاع بتاعته كلها. بس اديني ثلاث معلومات، يعني لازم يديني ثلاث معلومات، يديني ضلعين وزاويه، يديني زاويتين وضلع. فهو بيجي يميل لايه؟ بيجي يميل لايه؟ حل المثلث، مثال اهو، حل المثلث ألف ب ج فيه ألف ب مثلا يساوي 10 سم، وقياس زاوية ألف يساوي مثلا 60 درجة، وقياس زاوية ب يساوي 70 درجة. تمام. ممكن بقى يوم يطلب مني بعد كده يقول لي ايه؟ ثم اوجد اي حاجه من القوانين اللي انا كنت كاتبها. مساحه المثلث، محيط المثلث، نصف قطر الدائره المره برؤوسه، او محيط الدائره المره برؤوسه. الحاجات اللي هو طلبها الثانيه دي ما فيهاش اي مشكله، هي المشكله بس ان احنا نحدد المثلث هنشتغله بقانون الجيب ولا قانون جيب التمام. طيب اول ما باجي اشتغل في المسائل دي كلها يا جماعه بنفس السيستم، هو عامل كده على حل. في ناس بيرسم المثلث، انا بفضل اعمل جدول كده. الجدول ده زي ما انتم بتاخدوا في الفيزياء كده بيلخص لي بيانات المساله. يعني ايه بيانات المساله؟ بقوم عامل هنا كده الثلاث اضلاع بتوعي بتوع المثلث اللي هم اسمهم ايه؟ الف شرطه، ب شرطه، ج شرطه. واقوم عامل جنبهم، يعني ممكن اعمل فاصل كده واعمل جنبهم الثلاث زوايا. الثلاث زوايا اللي هم مين؟ قياس زاويه الف، قياس زاويه ب، قياس زاويه ب. وابتدي احط البيانات بتاعت المساله، اشوف ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي هجيب. طيب اول حاجه هو حط لي ايه؟ مديني في الف ب 10 سم. طب ما الف ب اتفقنا اسمه ايه؟ الضلع يا جماعه، بدل جيم ما كنت شرط. اسموه الف ب سموه جيم شرطه. الله ينور عليك. يبقى انت مديني جيم شرطه ب 10 سم، شكرا. طيب ومديني ايه؟ قياس زاويه الف 60 درجه، ومديني قياس زاويه ب 70 درجه. اول ملمح يا جماعه زاويتين كده لازم انا اجيب الثالثه. تمام؟ طيب اجيب الثالثه ازاي؟ اللي هي زاويه ب 180 ناقص 60 زائد 70، مش محتاجه حاجه من اولى اعدادي، هتطلع 50 درجه. طيب من الاخر يا جماعه، طالما الثلاث خانات دول اتملوا بتوع الزوايا، طبعا الثلاث خانات الاولانيين اضلاع، لو زي ما انتم واخدين بالكم، يعني الثلاث خانات الاولانيين دول كده اضلاع اهم، اللي هم دول كده اضلاع،
والثلاث خانات التانيين هما زوايا. من الاخر طالما لمحت الثلاث زوايا موجودين او زاوية، عشان كده قلت لكم زاويتين كفايه ليه؟ لان زاويتين انا هجيب الثالثه. من الاخر طالما الخانات بتاعت الزوايا دي موجوده يبقى انا هطبق يا جماعه جيب التمام، قصدي قانون الجيب، انا اسف، هطبق قانون الجيب. يعني عينك على الزوايا، لقيت بقى زاويه واحده، يعني سدكش الزاويه دي ما ادكش دول، ما لقيتش ولا زاويه، يعني لقيت الخانات دي فاضيه، بقى قانون جيب التمام. يبقى تاني الثلاث خانات دول مليانين، يبقى ده قانون الجيب. الثلاث خانات دول فيهم خانه واحده اللي مليانه والاثنين التانيين فاضيين، دي مثلا موجوده ودول لا، دي موجوده ودول لا، او الثلاث خانات فاضيين. طبعا خد بالكم هيديك ثلاث معلومات في المساله، يعني لو الثلاث خانات دول فاضيين بتوع الزوايا هتلاقيه مديني الثلاث اضلاع، اداني هنا زاويه واحده هتلاقيه مديني هنا ضلعين كده، يعني لازم يديني ثلاث معلومات. طيب ولازم يديني ضلع في المساله، لو ما ادانيش ضلع يبقى المساله محتاجه، هناخد مساله زي كده، لازم يديني على الاقل ضلع، يعني يديني ضلع، يديني ضلعين، يديني الثلاثه، بس لازم يكون في موضوع ضلع في المساله. في مساله هتيجي مش هيديني ولا ضلع، بس دي هيبقى لها حل تاني هنشوف. انا الاول انا مسكت المساله، كتبت المعلومات بتاعتها، حددت ايه انا عايز ايه. انا دلوقتي الخانات دي مليانه، بقى قانون الجيب، اقوم اتوكل على الله وكاتب قانون الجيب. الف شرط على جا الف يساوي ب شرط على جا ب يساوي جيم شرط على جا جيم. بس كتبت القانون وعوض فيه، ما فيهوش اي فن المثلثات يا جماعه، كتبت القانون وعوض فيه. الالف شرط مش موجود، خلاص اكتبوا الف شرط. انا هدفي ان انا احل المثلث، يعني اكمل كل الخانات اللي ناقصه، انا فاضل لي خانتين، انا كملت واحده فاضل لي اثنين. طيب الف شرط على جا الف، خد بالك اللي فوق ضلع اللي تحت زاويه، اللي فوق ضلع اللي تحت زاويه. جا الف زاويه الف بكام؟ 60. ب شرطه مش موجود. ج ب زاويه ب ب 70. ج شرطه مش موجود ب 10. ج ج ب 50. طبعا لو انا نسيت كلمه جا المساله هتطلع غلط. لو نسيت كلمه جا المساله هتطلع غلط. يبقى الاضلاع فوق بتتكتب زي ما هي، الزوايا تحت بتتكتب جنبها كده. طب احنا خدنا زمان يا جماعه واحنا صغيرين في ابتدائي ان لو عايز اجيب البي شرطه نعمل ايه؟ نعمل مقص. طب المقص ده بتعمل ايه؟ عايز تجيب بيه شرطه اهو. الضلع اللي شابك مع البيه شرطه وليكن ايه؟ الحاجه اللي شابكه مع بيه شرطه اللي هي جايه 50. خليها تحت. طيب واعمل 10 في جا 70 فوق. 10 في جا 70 فوق. حد يحسب لنا دي على الآلة كده؟ طيب مستر، بالمرة. هي الجهة هي الصين. الجهة هي الصين. بالمرة أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أعمل أجيب ألف شرط. هقول أنا إجابة خلاص، يعني هقول أنا إجابة خلاص تقريبية. ماشي كده؟ عشان ما أضيعش وقت. مثلا ده سي طلع 12. مثلا. أقوم طالع فوق كاتب 12. طيب. 12 فعلا، بس بوينت 3. ماشي خلاص 12.3 ما فيش مشكله، يعني 12 و3 من 10 خلي 12. هو طبعا انا في الامتحان هكتبه بدقه 12 و3 من 10 صح، ده جبنا ده. طيب فاضل لي اجيب مين؟ الف شرط. الف شرط برضه يا جماعه هنعمله مقص مع دي. الالف شرط هيبقى متوصل بجا 50 وال10 بجا 60. فانا هجيب الف شرط ازاي؟ طالما جا 50 هي اللي هتبقى تحت. من الاخر انتوا هتلاحظوا حاجه يا جماعه، النسبه الثابته دي مره بتتضرب في ده تديك بيه شرطه، ومره يعني 10 على جا 50. من الاخر عشان ما نوجعش دماغنا، 10 على جا 50 مره بتتضرب في جا 70 تديني البي شرطه، ومره بتتضرب في جا 60 تدينا الالف شرطه. خلاص عشان ما نوجعش دماغنا، النسبه الثابته اللي هي جايه موجوده فوق تحت دي، مره بتتضرب في جا 70 تحط جا 70 فوق تدينا بي شرطه، نحط جا 60 فوق تدينا الف شرطه. الف شرطه طلع بكام؟ 11.3. ماشي خلاص حلو قوي. انا كده جبت الاضلاع، طالما انا كملت يا جماعه المثلث خلاص المساله تقريبا خلصت. ليه بقى تقريبا خلصت؟ لان اي حاجه هطلبها بعد كده ما فيهاش اي مشكله. مساحه المثلث دي لها قانون، مساحه المثلث بتقول مش نص القاعده في الارتفاع بقى زي زمان، لا نص، وتختار لك اي ضلعين وليكن الف شرطه ب شرطه، بس هتختار الف شرطه ب شرطه. طيب انا واحد مش عايز اختار الف شرطه ب شرطه، اختار ب شرطه ج شرطه مثلا، راح قول جا الف. المهم بص يا جماعه تلاقي الرموز بالشكل بعضها، ب ج الف الف ب ج كده يعني. طب اي قانون منهم هيطلع نفس الاجابه؟ اه
هو هيطلع نفس الاجابه. تمام؟ طيب ادي نص تعويض بقى من عندي المخزون اهو، اعوض منه بس. نص في ا شرطه بكام؟ 11 و3 من 10، هخليها 11 وخلاص عشان ينجز معانا في الحل. ماشي؟ بس احنا في الامتحان نعملها 11 و3 من 10. نص في 11 في 12 جاء الزاويه، خد بالكم بقى ان جاء جيم، جيم دي زاويه. فضلع فضلع دي زاويه. اقوم رايح انا خدت ا شرطه ب شرطه، اروح على الزوايا اخد 50. واطلع الاجابه دي بالاله يا جماعه وتبقى سنتيمتر مربع. طب طلب مني مثلا محيط المثلث، محيطه مفيش مشكله، محيط المثلث اهو، محيط المثلث قانونه بيقول ا شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه، اجمع اضلاعه بس، يعني اجمع الثلاثه دول 11 زائد 12 زائد 10، ودخلنا في ابتدائي اصلا، يطلع 23 و33 صح. طب طلب مني قال لي هات لي مثلا ايه نصف محيط الدايره، محيط الدايره المره برؤوسه يعني ايه؟ يعني لو المثلث عامل كده وفي دايره بتمر برؤوسه كده محيطها يبقى ايه؟ قال لك نجيب نصف قطرها الاول، يعني هو طالب محيط الدايره، لا نجيب له احنا نصف القطر الاول، لان نصف القطر بتاعها له قانون. نصف القطر يا جماعه متاخد من قانون الجيم، يعني ألف شرط على جاء ألف، بس حط جنبها اثنين تحت اضربها اثنين تحت. تمام؟ طب يعني طب ينفع اقول ب شرط على جايبين؟ ينفع بس حط اثنين تحت. ينفع اقول ج شرط على جايبين؟ ينفع، اي واحد منهم ينفع. وهيطلع نفس الاجابه. أ شرط ب 11 2 جاء أ، أ بكام؟ ب 60. بحسب الكلام ده على الآلة الأولى هيطلع مثلا 7 سم مثلا. طب كده ده جبنا نصف القطر. طب طلب مني هات لي المحيط الدايرة. محيط الدايرة احنا حافظينه من الابتدائي، الثلاث قوانين دول أو يعني المحيط ومحيط الدايره، محيط المثلث ومحيط الدايره ومساحه الدايره، دول من ابتدائي. 2 باي نق. 2 الباي اللي هي 22 على 7 في النق اللي هي ب 7 تطلع 44 سم. طب طلب مني، هو مش هيطلب كل دول، هو بكتير قوي هم في معظم هيطلب واحده مساحه المثلث، نصف قطر الدايره، محيط الدايره واحده بس اللي بتطلب. بس انا بقول كله ليه؟ اذا طلب اي حاجه خلاص نبقى جبتها. ودول ممكن موارد يطلبوا مع اي مثلث هيجيب. نعم. هو احنا ليه حطينا النق ب7؟ لا ده انا ولا هو ده مثال من عندك؟ لا لا اجابه مفتكسه يعني. يعني انا بقول بدل ما نقول لا يعني مش لا انا قلت يعني مثلا قلت دي انا هحسبها تطلع 7 مثلا، انا بجيب بس اجابه سهله عشان احسب دي بدماغي، فاهمه؟ بدل ما اقعد اخليكي تحسبي دي وتحسبي دي وتحسبي، ضاع وقت لانها كلها حسابات زي ما انتم شايفين. ما فيهاش فن قانون، بعوض حسابات. فبدل ما ضاع وقت من الحصه بان احنا نقعد نحسب الحاجات دي كلها، بقول اجابه كده مفتكسه وخلاص. ماشي؟ يعني مش 7 عشان بس انتوا بتذاكروا في البيت ما تجيش تقولي ما طلعتش 7، لا ده انا مألف دي. تمام؟ كده يعني. مثلا مساحه الدايره باي نق تربيع. باي ده 22 على 7 والنق هنقول انا مطلعت 7 بس تطلع 154 سم. يبقى القصه كلها يا جماعه لو لاحظتوا في المساله في ايه؟ في ان احدد المساله هتشتغل جيب ولا جيب تمام. شكرا. حددنا جيب، عوض في قانون جيب وطلع الاضلاع. حددنا جيب تمام، عوض في قانون جيب التمام وطلع. بس خد بالكم جيب التمام له قانونين، واحد اضلاع واحد زوايا. هنشوف مسائل عليه برضه. مفيش فيها اي فن. طيب ساعات بقى بيجي يعمل لي ايه حركه؟ كنت قاعد بالمره بقى احنا في الجيب دي ما يدينيش ولا ضلع. ازاي؟ بص بقى ما يدينيش ولا ضلع، يعني قول لي ايه؟ بص يا جماعه يوم عامل لي كده، بص نفس هسيب نفس المساله اهي. واحنا اتفقنا ان لازم يكون عندي ضلع. طبعا بقى الطلبات دي ممكن يطلبها في اي وقت، يعني مساحه المثلث ومحيطه ومش عارف ايه والكلام ده، قلنا دي ورده بقى تطلبها مع اي مثلث يعني، فانا مش هكتبها تاني بقى لان احنا عرفنا قصتها ازاي. انا يهمني في الموضوع كله ايه بقى؟ هجيب نفس المساله بس بص يا جماعه مش هدي لكم ولا ضلع. يعني ازاي؟ لا هقول ده ولا هقول ده ولا هقول ده. هقول بس الزاويتين دول. مش كده؟ بصوا الذي فيه، بدل ما هيقول لي بقى الذي فيه ا ب 10 سم، يقول لي الذي، بصوا بقى الحته دي، حل المثلث ا ب ج
الذي محيطه يساوي 33 سنتي. طب انا كده ده في مشكله كده، ده مفيش ولا ضلع. لما اجي احط بيانات المساله ده مفيش ولا ضلع، انا كده ماشي. انت في زاويتين زي الفل، وهجيب انا الثالثه تطلع 50، والمساله كده، والمساله كده قانون، المساله كده قانون جيب. احنا طبعا قلنا الزوايا دي مليانه كلها، يبقى ده قانون الجيب. تمام، ولكن مفيش ولا ضلع، ولكن مفيش ولا ضلع. تمام، مفيش ولا ضلع، يبقى انا مضطر اعمل ايه بقى يا جماعه؟ اكيد بقى لا حاجه نجيب بقى ضلع، لان كده مش هينفع، لازم يكون على الاقل عندنا ضلع، ضلع ضلعين ثلاثه، بس يكون في ضلع على الاقل. فقال لك بسيطه، مش احنا حددنا المساله من ثلاث زوايا قانون الجيب، توكل على الله في قانون الجيب ونشوف اللي احسن. الف شرطه على جا الف يساوي ب شرطه على جا ب يساوي ج شرطه على ج. هو انت بتديني معلومه بديله، قال لي ايه يا جماعه؟ قال لي محيطه 33. طب مش محيطه ده اللي هو الف شرطه زائد د شرطه زائد ج شرطه يساوي 33؟ يعني انت معناه مديني الاضلاع الثلاثه مجموعهم مع بعض، يعني اقسمهم انا براحتي بقى ولا اعمل ايه؟ قال لك لا ما تقسمهمش براحتك. انت خدت قانون في اولى ثانوي ان انت من حقك النسب ده تضيف لها يجي 15 نسبه جنبها، يعني ممكن يساوي ده من نسبه كمان، يساوي ده من نسبه كمان، يساوي نسب بالهبل، بس بشرط، بشرط اللي هتعمله فوق تعمله تحت. يعني ايه؟ انا ممكن اقوم جامع الثلاثه دول كده، بس بشرط تجمع دول، خدتها في ثالثه اعدادي كمان، ثالثه اعدادي مثلا. يبقى انت كده حطيت كمان نسبه، ما دي اسمها نسبه ودي نسبه ودي نسبه، اللي هو الكسر يعني بيساوي نسبه ودي نسبه، ادي نسبه. لو انت على فكره عايز مثلا تطرح الاثنين دول مع بعض، الف شرطه ناقص ب شرط، بس بشرط تطرح اللي تحت، حقك عادي. والله عايز مثلا تجمع الاثنين دول وتضرب الثالثه في اثنين مثلا، يعني الف شرطه زائد ب شرطه زائد 2 ج شرط، بس اللي هتعمله فوق تعمله تحت. يقول له ج ا زائد ج زائد 2 ج. كل ده صح يا جماعه، كل ده من حق اعمله في النسب مع النسب، خدنا الكلام ده في ثالثه اعدادي. طب احنا مش محتاجين كل القصه دي، احنا بس دي ممكن نحتاجها امتى؟ لو كان يديني في المساله، ما ممكن يديني في المساله بدل محيطه ويقول لي حيث ا شرطه ناقص ب شرطه يساوي 15 مثلا. كنا نعمل الحركه دي. حيث ا شرطه زائد ب شرطه زائد مين جيب شرطه يساوي 37. حط النسبه دي. انا كل اللي محتاجه مين؟ كفايه علينا قوي زي الفل. ليه؟ لان هو مديني المحيط. وانا المحيط معناه الف شرطه زائد ب شرطه زائد مين شرطه. وانا النسبه بتديني الحق في ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجمع اللي فوق واجمع اللي تحت واساوي، احط يساوي واكتب الاجابه هنا. ده قانون اللي هو مجموع المقدمات على مجموع التوابع. وتزود نسب، يعني هنا دي النسبه الاولى الثانيه الثالثه، من حيث تزود نسبه رابعه وخمسه، ان شاء الله مليون نسبه. بس المهم اللي هتعمله مع البسط تعمله مع المقدم، او اللي هتعمله مع مقدم النسبه تعمله مع تاني النسبه. فانا هستفيد من هذه المعلومه العظيمه في ايه؟ في الحته دي، ان انا دلوقتي ما عنديش ولا ضلع. يعني انا لو كنت جيت اعوض، بص كده، الف شرطه على جا الف، زاويه الف موجوده ب 60، ولكن الف شرطه مش موجود، ب شرطه مش موجود، زاوية ب موجودة ب 70، ج شرطة مش موجود، زاوية ج موجودة ب 50. ما كانش عندي ولا ضلع، ودي مشكلة في حد ذاتها. كده ما عادش في مشكلة، ليه؟ لأن هشيل أ شرطة زائد ب شرطة زائد ج شرطة دي يا جماعة، وأحط الضلع على طول إيه؟ 33 اللي هو بداية. وتحت برضه معوض عادي، جا أ اللي هي جا 60، جا ب اللي هي جا 70، جا ج اللي هي جا 50. في ناس بقى يعني ايه يجي يستنصح يقول لك ايه، طب ما نقول جا 180 وخلاص، مش 60 و70. لا غلط، غلط يا جماعه، كل واحده لها الجا بتاعتها، ما تفتيش، ما تجيش تقول جا 180، لا غلط. طيب خد بالكم بقى من الحته اللي جايه. طب ما كده خلاص، انا مش كان بيبقى مشكلتي ان انا عايز نسبه اعمل معاها المقص، ما هي النسبه ايه زي الفل. يعني انا عايز اجيب ج شرطه اعمل مقص مع دي، عايز تجيب ب شرطه خد دي اعملها مقص مع دي كده كده كده، عايز تجيب الف شرطه اعمل لي دي مقص مع دي. يعني هنشتغل على النسبه دي بقى، نعمل مقصات معاها نجيب الاطوال. يعني عايز تجيب دي شرطه هتعمل المقص ازاي؟ مين اللي شابك مع جيم شرطه؟ الثلاث
ثلاثة اللي تحت دول، يا 60 زائد يا 70 زائد يا 50، وبتضرب 33 في جا 50 فوق، وتحسب القصة دي كلها مثلا تطلع 12 سم. عايز تجيب ب 12، عايز بقى تجيب، على فكرة لو عايز تجيب بقى بعد كده طالما انت جبت الجيم ب 12، ممكن تحط هنا وتعمل مقص مع دي، تجيب البي شرطة وده، او تعمل مقص مع الأصلية دي لهم هم الثلاثة، هتجيب ده بقى مثلا يطلع 11 وده يطلع 10 مثلا. خلاص طالما كملت الجدول شكرا، المسألة خلصت. لأن أنا إيه هيطلب مني إيه قانون المساحة اللي مش عارف مساحة الدايرة، أي قانون هاخد من دول وعوض. يبقى القصة يا جماعة إن أنا أحدد المسألة هي جيب ولا جيب تمام. طب لحد دلوقتي المسألة مسائل ماشية جيب. طيب إمتى بقى تجيلي جيب تمام؟ لما يبتدي ينقص في الثواني. لما يبتدي ينقص في الزوايا. طيب يعني انا عامل ازاي بس يا جماعه؟ حل المثلث برضو ا ب ج ماشي، بص بقى هيقوم مديني زاويه واحده بس، يقوم ايه اللي دي ب 70. خد بالكم يا جماعه دايما مش هتلاقي حروف شكل بعضها، يعني هو اداك زاويه ب ب 70 مثلا، اداك زاويه ب ب 70، يقوم مديك مين؟ مش يديك بقى ب شرطه، يقوم مدي لك ايه؟ يقوم مدي لك الف شرطه وجيم شرطه. بص يعني ايه؟ اداك زاويه ب، يقوم مديك الف شرطه وجيم شرطه في الاضلاع، يقوم عامل لك كده. مش هيقول لك اللازم محيطه بقى، يقول لك ايه؟ مثلث ا ب ج اللازم فيه، قلنا ألف شرطة ممكن يقول عليه بيجي، ممكن يقول ألف شرطة صريحة يعني. يقول لي فيه ألف شرطة يساوي 10 سنتي، وجيم شرطة يساوي 12 سنتي، وكذا زاوية بيساوي. أنا ببص على خانات الزوايا يا جماعة. أنت مديني زاوية واحدة بالمسألة دي تمام على طول، ما تديكيش ولا زاوية برضو يبقى يجيب تمام. هو جيب تمام بتصادفنا فيه مشكلة بس. ان هو مش قانون واحد، هو عنده قانونين، هو قانون منهم طالع من الثاني، بس ايه القانونين؟ يقول لك عنده قانون لو عايز تجيب اضلاع، وقانون لو عايز تجيب زوايا. طب احنا نبدا بالاضلاع اللي في الزوايا. قال لك لا ابدا بالاضلاع، كمل الاضلاع الاول. طب انا ناقص له طلع به الشرط. قال لك قانون جيب التمام في الحاله دي يقول لك ايه؟ مش الف شرط على جاي الف بقى والكلام ده، يقول لك انت عايز به شرطه يبقى ب شرطه تربيع يساوي. بص يا جماعه ده ب شرطه، ركز بقى، مش هتلاقي حرفين جنب بعض شكل بعض، هيبقى ا شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص. انا اعرفكم طريقه سهله لحفظ القانون، انا ممكن اسيبه لكم اقول لكم احفظوه، بس انا بحاول ايه اقول لكم على طريقه سهله بحيث تحفظوه. ده ب شرطه يبقى ا شرطه ج شرطه ناقص 2، وبعدين تاخد لي دول من غير شرط، جتا ما تقوليش جتا جيم بقى ولا جتا الف، جتا ب. طالما ده الف شرط وده جيم شرطه يبقى دي ب. طيب افرض انا، افرض انا في مساله ثانيه كنت عايز جيم شرطه، عايز جيم شرطه؟ اه يبقى الف شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع، مش حرفين جنب بعض شكل بعض، ناقص 2، باخد ده وده من غير تربيع، جتا طالما ده الف شرطه ب شرطه يبقى دي جتا، وهكذا وهكذا. طيب احنا دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاجين بيه شرط. طالما انا كده حددت مسألتي ان انا جبت تمام، كتبت القانون بتاع الاضلاع، وابتدي يا شباب اعوض. طب عوض لي كده الالف شرطه بكام؟ ب 10 تربيع، ج شرطه تربيع يعني 12 تربيع، ناقص 2، تعويضاتك خليها في اقواس وراح دماغك بدل علامه الضرب، عايز تعمل علامه الضرب ماشي، اقواس وخلاص. الف شرطه ب 10، ج شرطه ب 12، جتا ب، دي زاويه بقى الاخيره، دي زاويه خدوا بالكم يا جماعه، وهتلاحظوا حاجه، ده ب شرطه تلاقي هنا زاويه ب، جتا ب، لو ده ج شرطه هتلاقي هنا جتا ج، وهكذا جتا ب اللي هي جتا 70. هتحسب الليله دي كلها على الاله يا جماعه، سي انها طلعت مثلا 121. طب هل هي دي الاجابه؟ معقوله ضلع 10 وضلع 12 وضلع 21؟ لا، ده ب شرطه تربيع، ده ب شرطه تربيع،
يبقى انا عايز ب شرطه اخد الجذر بقى للاجابه، جذر ال 121، ما المساله هي اللي مشياني يعني، المعروض طلع ب 10 سم. ما انا برضه بعد ما اجيب الاجابات يا جماعه اشوفها لوجيك ولا مش لوجيك يعني، يعني ده ب 10 وده ب 12 يعني، ده يطلع 121 ازاي؟ طلع 121 سم ازاي؟ لا يبقى يطلع ده 11 سم. اه كده معقوله. واللي اجيبه يا جماعه اطلع جري احطه فوق في الجدول عشان اكمل جدولي. طيب انا كده فاضل لي زاويتين، زاويه ا وزاويه ج. المشكله ان الزوايا لها قانون، بس لازم يطبق بقى قانون لزاويه ا وقانون لزاويه ج. قال لك لا، هو خشه واحده بس هذا الزاويه امرها سهل، لانك لو جبت واحده هتقدر تطبق 180 ناقص الاثنين التانيين وتجيب الزاويه الثالثه. فنمشي مثلا هات زاويه ا، هات زاويه ا تمام. وساعات في بعض المسائل يقول لي ايه بتقاس اصغر زاويه، اصغر زاويه يا جماعه بتبقى قصاد اصغر زاويه، يعني الف شرطه ده اصغر واحد ب 10، تلاقي اصغر زاويه زاويه الف. اكبر ضلع عندنا اللي هو جيم شرطه، هتلاقي اكبر زاويه في المثلث هي زاويه جيم. دي حته تانيه اعداد يعني، بس ساعات بتبقى في المثال. طيب تعالى بقى دلوقتي انا عايز ايه؟ عايز اجيب زاويه ايه؟ الف. قانون الزوايا بقى وقانون للزوايا يقول انت عايز تجيب زاويه الف، يقول لك جتا الف. هو القانون ده يا جماعه مشتق من ده، بس بطريقه سهله بقى يعني عملوا له قانون عشان ينجزه. هو أ تختار انت ب شرطه تربيع، ده ج شرطه تربيع عشان هي أ ناقص أ شرطه تربيع. هتلاحظ برضو هنا أ شرطه، هنا جت أ على 2 ب شرطه ج شرطه. انت عارف لو انت مسكت القانون ده وقمت مودي دول اشاره مخالفه ومش عارف وقسمت على 2 ب شرطه ج شرطه كده، يعني هتلاقي يطلع لك القانون ده. بس احنا خلاص نحفظه وخلاص وشكرا، مش امر يعني، ونعوض فيه على طول عشان ما نضيعش وقت في الامتحان. بكتب القانون واعوض ب شرطه تربيع، انا كده عندي كل الاضلاع. عشان كده بقول لكم لما يكون في ضلع ناقص بجيبه الاول، لان القانون بتاع الزوايا بيحتاج ان كل الاضلاع تكون موجوده. ب شرطه ب 11 تربيع، ج شرطه ب 12 تربيع، ناقص أ شرطة ب 10 تربيع على 2 في 11 في 12. هتحسب دي يا جماعة الآلة. خدوا بالكم بقى من حاجة معلومة مهمة، لازم تلاقي الإجابة 8 من 10، 7 من 10، سالب 3 من 10. لو الإجابة بتاعتك ظهر هنا أي عدد غير صفر يبقى أنت غلطان. تحذير، لو اجابتك ظهر هنا 1.8 من 10، 3 و8، يبقى انت غلطان على طول. وش ليه بقى غلطان ليه؟ لان اجابه الجتا مش ممكن تزيد عن واحد، مش ممكن تزيد عن واحد، يعني ما ينفعش تكون واحد وحاجه اثنين وحاجه، ما ينفعش. فلازم الاجابه هنا لما تلاقي طلعت لك 8 من 10 مش مشكله، حتى لو في ارقام كتير هنا يعني مثلا علامه صفر مثلا مش عارف 2 3 5 6 مش مشكله. انا المهم ايه؟ ان الارقام بتاعتي 8 2 3 5 مثلا، ان هنا ده صفر، اهم حاجه ان ده صفر. خدوا بالكم بقى، هو دي هل هي دي الزاويه يعني؟ ما تجيبش حد من واحد كاتب لي دي الزاويه، في زاويه اسمها 8 من 10؟ لا، دي اجابه الجت. طب اجابه الجت انا عايز اجيب الزاويه نفسها، بنعمل ايه يا جماعه لو تفتكروا؟ كنا بنعمل شيفت كوزين على الاله لو تفتكروا، ولا ثانوي الاجابه اللي طلعت دي اللي هي صفر علامه 8 2 3 5، ونقول للآلة يساوي، تقوم قايلة لنا مثلا الزاوية مثلا 60 مثلا. بس هي دي زاوية أ كانت بكام؟ كانت بس خليها 50 بقى عشان زاوية أ صغيرة، 50 بس نطلع فوق، يبقى دي زاوية أ كانت ب 50. طب خلاص طالما عندي الاثنين دول أقدر أجيب الثلاثة 50 70 120 فاضل 60. ويطلب بقى مني مساحه المثلث، محيط المثلث، مساحه الدايره، قانون وعوض. طالما انا كملت جدولي شكرا، اي قانون هطلبه بعد كده هكمل. يبقى عرفتوا ليه يا جماعه الجيب وجيب التمام والحاجات دي مرتبطه ببعضها؟ ان الثلاث دروس دول جيب وجيب التمام وحل المثلث هم درس واحد، اللي هو حل المثلث، ازاي ان انا اجيب الحاجات اللي ناقصه فيه. بس انا وظيفتي احدد المساله هي ماشيه جيب ولا جيب تمام. احددها منين؟ من عدد الزوايا. والله لقيت خانات الزوايا كلها مليانه، يبقى المساله دي جيب. يعني هو مديني جيب جيب، وانا اكيد هجيب دي ان شاء الله يعني. يبقى كده ثلاث زوايا موجودين، يبقى ده انا في ايه؟ انا في قانون ايه؟ في قانون الجيب. في قانون الجيب.
طيب زاوية واحدة اللي موجودة أو زاويتين أو مفيش زوايا خالص، يبقى ده قانون جيب التاني. بس ناخد واحدة بقى لو مفيش زوايا خالص، لو مفيش زوايا خالص ومفيش زوايا خالص، دي غالبا يا جماعه بيجي يقول لي ايه؟ ما بيجيش يقول لي بصراحه حل المثلث، بيجي يقول لي اهو بيجي يقول لي مثلث ألف ب ج فيه، ومديك بقى ثلاث أضلاع، يقول لك ألف شرطة، وممكن يقول لك أضلاع فعلا، ألف ب 12 سم وب ج 15 سم وألف ج مش عارف مثلا 7 سم. يوجد قياس أصغر زاوية في المثلث. طب ممكن يقول لي برضه حل المثلث، أو ممكن يقول لي حل المثلث. حل المثلث أنا كده كده يا جماعة قال لي وجد قياس أصغر زاوية، يوجد أي حاجة، أنت هات كل حاجة ناقصة، راح دماغك. مش كده؟ اكتب كل حاجة وإيه؟ وإيه؟ وهات وريح دماغك. تمام؟ هو في حد غايب يا جماعه؟ في حد غايب؟ ضغط يا مستر، مين بقى؟ بص عم بيقول لي ده للحضور. هو طارق وعبد الله. ماشي اكتب لهم بس الحضور للاكاديميه. بص يا جماعه، يوجد قياس اصغر زاويه في المثلث. انا قلت لكم يا جماعه جميع المسائل دي تحلوها بنفس السيستم. يعني ايه؟ اول ما تلمح المسائل دي جدول لخص فيه بيانات المسائل. انت هتريح دماغك وهتريح المصحح بصراحه. هملخص له مسالته من اولها وباين كل حاجه، واللي انا بطلعه بكتبه له فوق. فبصراحه انا كده ايه، مريح المصحح كمان. اهو ادي الف شرطه، ايه شرطه، دي شرطه. وانا عن نفسي بكون بصح ومش بلاقي طالب بالنظام ده، والله بديله الدرجه على طول، لاني اصلا ده طالب منظم، يعني يعني جايب لي كل حاجه ومطلع كل حاجه ما انت لو طلعت تكتبه فوق، لو طلعت تكتبه خلاص مساله مريحه. طيب تعالى بقى دلوقتي، وهتريح انت نفسك كطالب. انا مطلع بيانات المساله زي الفيزياء كده يا جماعه، كان المستر يقول لكم ايه؟ اول ما تلمح الضغط بكذا اكتبه، الحجم بكذا كذا، الكثافه بكذا، وشوف انت عاوز ايه؟ تقوم حاطط علامه استفهام، بتلاقي مساله الفيزياء بتتحل بسرعه. ما هو ده اللي بيحصل هنا برضه، اما بتطلع الداتا بتاع المساله او المعلومات بتاعتها بتريحك كده، وانت كمان تقدر تحدد يا جيب ولا جيب تمام ولا بتاع. طيب تعالى نشوف كده، انت بتقول لي الف ب، طب ما الف ب ده انا عارف ان اسمه جيم شرط، خدوا بالكم يا جماعه الحرف المخالف، يعني الف ب يبقى اسمه جيم شرط، ب جيم يبقى اسمه الف شرط، الف جيم اسمه ب شرط. طب هو لازم يجيب لي يا جماعه مثلث اسمه الف ب جيم كل مره؟ عادي ممكن يقول لي مثلث اسمه س ص ع، ايه المشكله؟ اما يجي يقول لك س ص يا سيدي يقول له ع شرط، ص ع يقول له س شرط، هي فرقت يعني؟ مثلث لام ميم نون، لام ميم يعني اسمه نون شرط، ميم نون اسمه لام شرط، وهكذا يعني، مش فارق اسم المثلث قوي يعني. طيب